النهارده كمان كانت الاحتفاليه رائعه، احتفاليه تكريم المراه المصريه والام المصريه، الاحتفاليه طبعا اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وكرم عدد من الامهات المثاليات لعام 2018. طبعا احنا بالنسبه لنا يعني كل ام لينا هي ام مثاليه، ربت وتعبت وقدمت ويعني اشتغلت على الواحد علشان تطلعه افضل ما يكون. لكن في خصوصيه لبعض الامهات بتبقى مشوار الحياه بيبقى صعب عليها قوي، اللي بتفقد زوجها بيبقى هو العائل الوحيد، بتشيل هي البيت لوحدها، بيبقى عندها مثلا اكتر من طفل، حتى لو طفل واحد وبتبقى هي على قد الحال، فبيبقى المشوار قاسي وطويل عليها وهي بتستحمل وبتشتغل على اولادها. صح، في كمان الامهات اللي ربنا بيبتليهم او بيختبرهم، الابتلاء هو من الاختبار يعني، بيختبرهم مثلا انه يكون عندها طفل عنده مشكله ما، فتفضل هي سند وداعم ليه وتتحمل معاه وتدخله افضل مدرسه وتذاكر له بعد كده، على الرغم انه ممكن تكون الظروف الصحيه او العقليه ليه يعني بتبقى صعبه نوعا ما. ففي خصوصيه لبعض الامهات، فالنهارده تم تكريم الامهات المثاليات وامهات الشهداء زي ما قلنا لحضراتكم، اللي قدموا خلال الكام سنه اللي فاتوا اروع الامثله في ان هم صبروا على ان هم فقدوا ابنائهم فداء للوطن. خلونا نتابع جزء من الاحتفاليه النهارده ونرجع لحضراتكم مره